استسلام ما يتم ارشت ما جاء وما لو ان دارسي هرن سلاوين هلوا استمع دارتي زارتين دارت زار دارتين كان لنوين نهضنين دار ممكن ان الغاز دار العالم دزات السو من الراي نيت وانا سولو داس دون كل الراي ويهرنو السكن وان الطاقة دغاس مال انتدو كيت نهضت دغت الغاتنا الغاز هرت وديا وان الفايدة يكالن وهين زار هنا الغاز ادوي تجمالين امدنا تدقاتنا هلوقتي غيمة النسي هاروان الساء انكالن وهين زار هنا الغاز اللي قولي جاس النفر انتكار ديتان دزار تدغي جان مفهم فول تانا تالن كالن فول تبغانا سن تين الغاز لسو من العهل ودويتو سن وانتدو كيل تنسيتي للخدمتين انت ساقت ان الميلاد جركا لنوهين ويهان انت تدوكلت الآن ما فيش ملاحظات بالنسبة شيء اللي جابه الوزير في الإعلان تفضلوا إذا ما فيش ملاحظات نعتبر جميعا أن إعلان قد صدق على إعلان الجزائر في القمة السابعة لمنتدى الدول المنتجة للغاز. شكرا لكم. أمنوك أنك لا تفرط إجا ضفرات كلتا واجن فولا يتكرت دزاير يوم الدبارة تنتيجين كلن فولا زهوسين وغنغيمي ولا نسيجا دغل خالن انسيديس هانت كراس نتين الطاقة دغل العالم. إنما حققناه اليوم معا نتائج طيبة والتي توجت بإعلان الجزائر لم تكن لتتحقق لولا تفانيكم ومشاركتكم الصادقة في إثراء بنود أعمال هذه القمة ومساعدتي في إدارتها وإدارة جلستها. إن هذا الإعلان هو خطوة مهمة في استجابتنا للتحديات الراهنة والمستقبلية، تؤكد عزمنا الراسخ على توسيع استعمال الغاز بالكفاءة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغيرات المتسارعة. أمنو كان نكالي لغدا غاس الدزار تجها فولا سيتيين الميلال إدكا لنويها ننتاق تدوكيل فولا ريت نسو من انتم فادي دقوي لالغاز دغ جندار جرهرة ونتاقة التوغوست نهنزيزا. وإن الجزائر بصفتها الدولة المضيفة لمعهد البحث في الغاز وبالتعاون الوثيق مع المنتدى ملتزمة بالتعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال من أجل تعزيز مكانة الغاز كمورد صديق للبيئة ومستدام، لا سيما ونحن نقف على أعتاب عهد جديد حيث يمكن للتعاون المتجدد والحوار أن يساهم في رسم رؤية جماعية تكرس مبادئ تقاسم المخاطر والمنافع وأهمية عقود الغاز طويلة الأجل لضمان الاستثمار، وهي الرؤية التي من شأنها صون مصالح المنتجين والمستهلكين في إطار مسار مستدام يحقق التوازن بين الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة وحماية البيئة، ويقودنا نحو مستقبل يضمن الرفاهية لأجيال القادمة. تيت فول مضلان نكال وان دزير أدن غيمة من نهض نموكنا من الغاز على العالم تعتكيل تويدس الدزير تتفلست ودغ انوي عن الدونت النهض من دغجلنا وان طاقة فولاريت داغ نسجتي انتدوك التينات السيمغرة تانطان كالن دغوال دغ طاقة الجندر لسجلين تبارتين ولاغنين دسوكن وين كالن الدياوين الفايدة يكالن ويكالن الغاز ادوي تجمالين جالن داغ ان يمرو مرن ويتاجرين يدار سياسة تيجير كالن فالواغن غيمي وضح الواغن لو كان نكال عبد المجيد تبون اهندق وان مهيوتن عبد اللطيف رحال فالاريتنا دينا هد داغن غيمي وان السانت لو كالتان كالن وين زنهين الغاز
ولا نادك وهاسدين كانت دغت زارتين أمغار المجلس وموزر نلامت صالح كوجيل دمغار المحكمة الدستورية عمر بالحاج للفريق أول سعيد شنقريحة أمغار تماكي نيجي نكال تمن نهض نهن وانتمنوك لا بوعلام بوعلام دنغلف ونغطس نشرح حافظ الأختام عبد الرشيد طبي دنغلف وانطاقة جندار محمد أرقاب إنها ضد أمنو كان نكال عبد المجيد تبون ده هندق ونمهيو تن فول سنتو تأنا نغيمي وان سان تدوك كيل تن كالن وهين زالين الغاز ده طفير تايجا ده وغا سيهار إسنا مريم نو كان للأمير الأمير ونقطع سمو الشيخ تميم بن حمد آل تاني فول أوضف نتي ويجا فول أوضف ويجا كان نتي منو كان نغيمي ويوكين انتاغ تدوك كيل أمنوكا نكا لست تستاغ تدوكي تقال تسوجيت هيتاك زتي توسن ويوهر نكا لن ويتتهنين تقال تتنقي دغيج صراد ان منهو يزوهر نكا لن ويكالين الغاز ادو التجمينين اي دغيا النمر. تشكل هذه القمة فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي، حيث يلعب الغاز الطبيعي دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة. أمنوك أنك لسلك الناس الدزاير تجراهي سوجاو يولغن نهاني نالغاز تصيب رضاق تيجاو تنية تهارة تنويكا لن الطاقة أوغز دين تزجي تغان زيزا. والجزائر التي تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة واستخدامه كمصدر نظيف مع الطاقات الجديدة والمتجددة. أمنوك أنك اليوم الداغ على طفيرت الناس دي كراس دي تلنين تيهز هش الانداغ أسيتي ننغيمي دا الخدمة تهيسي وضتي توسن ويفول تملتاغ تدوكيلت. وإذا كنا نسعى جميعا إلى تدعيم التقدم التكنولوجي في هذا المجال والعقود طويلة الأجل والأسعار العادلة والسياسات التي تشجع على الاستثمار لتحديات في المجال الطاقوي، فإن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا. أمنوك أنك لسلك الناس تاخدو كيت تجافو لسنت من تساق تندون تنجرم دام النهضة ولين تزغى التلغتان الغاز فليلة نصرات نهاني يتوفى تلاغة جندار الطاقة داس من نمناي دا الطاقة التوغوست نتو جوان الغاز دا السوكن وين العالم. قمتنا هذه مناسبة هامة لتعميق التعاون من خلال تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات وتأسيس حوار استراتيجي بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز لرسم
المسار المستقبلي لهذا المورد الطاقوي الحيوي في التنمية واستخدامه كوقود نظيف مع الطاقات المتجددة. أمنوك أنك لست الداغس هندك وين نصفوك المسناوتين تنجرنا وان الغاز وين دزير قالتي تتهسي تتسد وان نجرنا وان الميلة الداغ مسنت أراغاد نهانا الزهر هسد وان داغ الاستثمار دا صبرد نصفوك المسنت المتاج أين أيني؟ إن منتدى الدول المصدرة للغاز منصة للتعاون، وبصفتنا جميعا مؤيدين لهذا التوجه يزداد حرصنا على الحوار ليصبح منتدانا طرفا يساهم في تعزيز مصالحنا المتبادلة وبناء إجماع حول الدور الحيوي للغاز في التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتنا المشتركة، وهو ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، حيث يجب أن نواصل تطوير موارد الغاز بالاستثمار المستمر والتعاون في التكنولوجيات والابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق، لا سيما من خلال معهد البحث في الغاز التابع لمنتدانا والذي تسعد الجزائر باحتضانه، ليكون إطاراً للتعاون العالمي والعلمي عبر تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمهارات وتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة في جميع أنحاء العالم. أمنوك أنك لسلك الناس تعتدوك التقال نهال ولا الميلال دزار داغينا منوك تجها فلسيتي انت ساق تان الميلاد جرك لنويهن انت اقتدوك لسيتي انك لنينين منوك أنك ليسلك نفول العهد وفول جاد دزار والتموس نسيتي للخدمة التمشي وراف وتلغى تان الغاز. تطلع الجزائر إلى مواصلة التعاون الوثيق مع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يواصل استقطاب أعضاء جدد سيساهمنا من دون شك في ارتقاء بمكانة المنتدى على الصعيد الدولي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. وبهذا الصدد نجدد دعوتنا إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى لضمان إمدادات الغاز واستقرار السوق العالمية، وتلتزم بلادي بالعمل جنبا إلى جنب معكم جميعا لمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي. أمنوك أنك لعبد المجيد تبون يدو أن الدغم أدمانك أمنوك أن دمغار ننكالن ويهنين نغيمي وانسان تدو كيلتان كالن وينزانين الغاز إجا أسفو تامولي فولا زهوسي إنواغ أنغيمي. جتا تغيم تجا منو كان نكال تموقاست نام جوري منو كان دمغار الحكومة تنكالن ادغار فان ويهن ينغيمي وانسا انت دوكي تنكالن وزارين الغاز يريقوار سمجار جهاز زارن الامين العام وانت اغتدوكي محمد حامل دفاراوين يسمجار تامنو كان نكال ام نكال نكال وان السينيقال ماكي سال يسمجار داغ منو كان نكال اناغلاف وان البترول دالغاز نكال وان انغولا. أمنوك نكال يسمجار داغ أمغار نغرف نكال وان البيرو تفراون يسمجار داغ أمنوك نكال وان العراق بلطيف جمال رشيد
دفراوين اسم جاردا غم نوكال نكال امغار نغرف و نكال وانقينيا الاستوائية. دفراوين اسم جاردا غم نوكال نكال امغار نغرف نكال وان ترينيداد و توباغو. دفراوين اسم جاردا غم نوكال نكال امغار نغرف نكال وان اذربيجان. دفراوين اسم جاردا غم نوكال نكال ام نوكال نكال وان تونس قيس سعيد. فراوين داغال نغم نوكال نكال اسم جار داغ أمغار نغرف ونسقمو وان ليبيا محمد المنفي يونس المنفي اسم جار داغ أمغار نغرف نكال ونيجيريا. تفراوين نوكال نكال دا فراوين اسم جار داغ ام نوكال نكال اغرف نكال وان سلطنة عمان. فراوين اسم جار ام نوكال نكال تام غارت نغرف نكال وان ايطاليا. دفراون داغ اسم جارت أمغار اسم جارت تاخت أمغار نغرف نكال وان ماليزيا. دفراون داغ منوكا نكال اسم جارت أمغار نغرف نكال وان مصر. فراوين داغ منوكال نكال اسم جارة أم نوكال نكال وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني. تفراوين نوكال نكال اسم جارة داغ منوكال نكال وان الموزمبيق فيليبي خانسيتو نيوسي. فراوين داغ اسم جارت ام نوكال نكال ام نوكال نكال وان ايران ابراهيم رئيسي. فراوين داغ اسم جارت ام نوكال نكال ام غار نغرف نكال وان الامارات العربية المتحدة. فراوين داغ اسم جارة أم نوكال نكال أم نوكال نكال وان قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. نهارات اسم جارة أم نوكال نكال أم نوكال نكال وان بوليفيا لويس أرسي. نوكال نكال عبد المجيد تبوني جات صويرة انسكتا التسيرتي تدماسان ننغيمي وانسان تدوكي تنكالن وينزان هنين الغاز. أمنو كان نكال عبد المجيد تبوني جس سلام داغا فول ماوين انسلال وينكال ادوينة جماع ويجهنينات كل انسلال ننغي ميوان السان تدو كيل تنكالن وينزلين هالغاز ويجن داغان دقنم هيوتن عبد اللطيف رحال.
أمنو كان كاري لغدا طفر تاي جاي ما وين سلان فول أسواغ غيمي يو كيس الخالي هو سين يو لاغن الأهمية التي اعطيتها هذا المنتدى والحمد لله كل لبي النجاح بفضل كل من شاركوا بفضل الأسرة كذلك شكرا لكم صحة المشروع وانتكاضة دزايرس برضا فولا سيقلي يصالن هاتن فاي جندار وين الغاز يكالن وين تدوكيل فلرتنا قادغن سدو التغلالة الديتاوية الفايدة يكالن ويكان الغاز ادوي تجمينين إذا الشلداغ أسيتين الميلال دس الصوهي انتاساق تيجاوت دواني تنلاني تنفا لتوس هلان بريناغيل ونصفوكر دموسنت دامس كالنتير ميتين تيلالين تيسغا دي تكنولوجيا تان الغاز هلان دغ الخال وسياسات جركالل المشروع انتقاد تنتظر يواي إتوسن دو مترن جوتنين فوليد قواي لا الغاز دغ موكنان وين البترو كيميائية للكيمياء التامو لدغ ندقوات لا تدوكيل تانكالن وين زرن الغاز تقال دغ ناجة وزارن هيجن تدوكيل تجر كالن توقوست انتقن ودغي كان الغاز تقال دغ ناجة دزار تسلكن فوليد هال ويجا تدوكيل تيكالن فوليد فناز نكتامن اللقو داوتين تغريوين الخالن انجنوان تكاردت دزير تكي الدغ تكرس تيجانين برناغيل وين نمهرين دارين ونسقمو ونمناي انكلن من داوات كيادة مدن نغا الدغ تيغتيميرين على تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع استعمال الغاز الطبيعي للتنمية مستدامة وتخفيف من وطأ تغير المناخ والتكيف معه. دعوتنا للاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل والولوج إلى تكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية. ترحيبنا الحار بالتوقيع على اتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالجزائر العاصمة. رفضنا لأي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ الإجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي واستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أي قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية. رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي بما فيها محاولات التأثير على الآليات ووضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية وهو ما يؤدي إلا إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. رفضنا التطبيق الأحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائل ضمان الأمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي مما قد يهدد باستفحال اختلال والتوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة. دعم دور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة إلى تسعير الغاز الطبيعي استناداً إلى مؤشر البترول والمنتوجات البترولية لضمان ثبات الاستثمارات
في تطوير موارد الغاز الطبيعي. هندا وتاني من دقيقة ميرين منت إمهال دنادا هندك ونمهيو تناب لطيف رحال تموقس جات فول النهاية دنا نغلف ون ونطاقة جندر محمد أركاب لدى الأمين العام وانتدوكل تان تنكل نوين زرين الغاز محمد حامل يلي قولي جا دول نيف والمالكة تتنقاتي فولي جا نفهم داغا جاتقرن داغتا كارديت فولي جا نفهم للتمشي ورا داغتا غيميت يلي قول سيسترن ماوين سلال مالكة سيسترن ايوير من هذا النسين فولو داقرن تغيميت دول نيت نجوت نين ويجرين داغتا تغيميت وانت سنتوت نيت ارتير تيميري ولان سدفر الغو انتكر ديت انتزير سهري ان الغيمي وانسا ولان اكون نقل لنا دات تيرت ندوني فول الطاقه تنغيمي سيدوت انا هلا ننمي وضع مدينه واي هن لنا واقي هندك وانا مهيوت ان عبد اللطيف رحال والتموس عمر بعلي فولا ودق لن تيت نقات فول جان مفهم دات كول تمشي ورا جير من نهض دماسا وغنغيمي سيدوت لو عندك مي وضع عمر بعلي ما موسى ما موسى دوني وين النفر ان انت تتنقى تفوري جال مفهم جير ما سنتا تغيمت ننتي ديت لك انا غداني دي انا ما سقرغلان من المؤتمرات عبد اللطيف رحال امارو دي او نيمار الى يجور املقا نتنغمس الى نادي سي ولديس انا غلاف نصاد المنجم ماس محمد عرقاب اما شادي سي وليدس امري اعلان للمنتدى نتمرا تصدرنت الغاز ماس محمد حاملت سي ولديس فوزل نون المنتدى اما شاد سي ولن فطات في وين لن يوض غلديسنت او المنتدى داني دفر الاعلان نتزاير اما نشدخد سي ولديس فويني أيلو أيني تخصان الإعلان نتزاير أمان شيننا دويني لان أدياس دفرس دي معاوينن دي دوم شاور جارتي مورا إلا نتديس وانتتي أماشي لان تسن لان ترنينت دي مورا أدماون دي أون المنتدى أتسيولن فوزل نورنينا وانتمورا دي أون المنتدى دويني أدياوي التطفي يتمورا إلا نتتصدرنت الغاز دي تمورا إلا نتساغنت أمانش دازلس أني أديس أسرسي نتنمية أن أسنا مر أنديما تلمر تقول أن عمر بعلي المدينة نوادنا غن ما وضن ده هندك نمهيو تن عبد اللطيف رحل سلغو انتكر ديتا الدزار سهري نغيمي وانسان دوكي تنكلم وهين زرهن الغاز أدن كيد انتكر ديتا سيدون نيت فلهارة دون نتنويجر دغوا غمهيو دان غيمي تغتكر ديتا مدينة عمر بعلي دفرون كود نقل داني تجرو السياسة دت دمسادي أنا ما سقرغلان المؤتمرات عبد اللطيف رحال دوم دون اللامان الصهد جو من القمة تلاقى تتزير دي إمار دي سأمتشني بدلن دي القمة تولنا غيفس باللي تطفي استزعيم تتولقى قبل ما غد تبدأ اشتايسو أن خزر باللي تيوي تطفي سيتسلن أتو سجان دي تمور تنتدت إنه لمن دواعي الاعتزاز والافتخار أن تستضيف الجزائر هذا الحدث الهام تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والجزائر لن تدخر أي جهد لإنجاح أعمال وفعاليات هذه القمة الهامة كما تعلمون أن الجزائر بصفتها عضو مؤسس لمنتدى الدول المصدرة للغاز وانطلاقا من كونها دولة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي كانت ولازالت تستثمر كثيراً في مجالات الاستكشاف والتطوير والمعالجة والنقل والتسويق الغاز الطبيعي كما أنها تعمل بفضل خبرة عمال وعاملات شركتي سوناتراك على تعزيز مكانتها كمورد تاريخي وموثوق للغاز الطبيعي ومواصلة الوفاء بالتزاماتها سنو ساني زوان التوغنين دهن دي عفيرن سيما السنن سي سجان ملاقا يوجد نو مرشيد الإعلان نتزاير دفرامن يتو سجان ملاقاني نغلفن استثنائي مبدالن ديس إدوسون أمانش سانيان جرسن من نوت الاتفاقيات إلا نت أدس نمرن تمعوان جار تيموران المنتدى أما لقان نغي التوغدي سيقنو معوان دون السق جارين غلافن ودماون تموران المنتدى أين سشنان تيديوتي لان جار تيمورا ودماون أيولوي مرشاد أدلي اقتراحات لان التوسر سنت دي أملقا توابر سنت أمان شيلزم الحال
ont été adoptés de manière unanime, à l'unanimité. دفر تطفين وسجان وغرباز نوبرسن تغاوسيوين الغاز دي تزاير يدو معاوان يد المنتدى التوش مرنا السوين دهن القمة فايتسا للمنتدى نتمورايت صدرن الغاز سلي على نتزاير إلا نديس من نوني دشرا أتسنا مرنا معاوان دوم شوار جارتي مورا إلا نتمس نون المنتدى سوين إلا نديج المبدأ نو معاوان نغازوني نتوعري التطفيوين وارجع عدنا وظهرات نسيان سيونه الوقت لما تلكم راجل أرمنا